الرسمي للندوة. المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح يحييكم في هذه الندوة التكريمية الخاصة بشاعر اليمن الكبير الأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالع، هذا الشاعر الذي أعطى كثيرا للشعر اليمني والعربي بشكل عام عبر عشرات الكتب النقدية وعشرات الكتب أيضا الشعرية، وكذلك حتى أنه كتب أيضا في القصة وكتب في الرواية وكتب كذلك في المسرح لمن لا يعرف ذلك. الدكتور عبد العزيز المقالع أيضا، ونحن كالمنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح نكرم أستاذنا القدير، هذا الأستاذ الذي منحنا هذا الألق، ونتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل ويعود لنا ويستمع إلي هذا الأحبة والأصدقاء الذين كتب لهم الكثير من القصائد. أعزائي أصدقائي، معنا الأستاذ الدكتور حاتم الصقر، معنا الشاعر العزيز عبد الرزاق الربيعي، معنا الشاعر الجميل والعزيز عدنان السايغ، معنا أيضا الدكتور همدان دماج، معنا أيضا الأستاذ الدكتور سعد التميمي، معنا أيضا فضل جابر الشاعر الجميل، أيضا فضل جابر خلف، ومعنا الدكتور أحمد الفلاحي. نحييكم في هذه الأمسية تحية ومحبة. طبعا أنتوا أسماء كبار جدا، يعني صعب واحد يعرف بكم، إذا قعدنا نعرف يعني والجميع يعرفكم. نبدأ بكلمة استهلالية، دكتور حاتم الصقر، تفضل الأستاذ العزيز في هذه الأمسية في هذه الليلة الجميلة التي تجمع الأحبة في رحاب أستاذنا القدير الدكتور عبد العزيز المقالح. أنا أترك لك ثم أذهب للأستاذ عبد الرزاق الربيعي، عدنان السايق، همدان، ثم الأستاذ فضل جابر، الأستاذ سعد، وكذلك صديقنا وأستاذنا الدكتور أحمد. يعني هيك نعمل تكون تفضل أستاذ العزيز، أنا أفتتح بك لأنك أنت الرفيق العزيز الذي كنت ترافقه يعني في كثير من، وطبعاً الدكتور كان يعني عاشق صنعاء، عاشق اليمن، ففضل أستاذ العزيز دكتور حاتم. شكراً جزيلاً دكتور حميد، اسمح لي أولاً أن أرحب بالزملاء والأصدقاء الأعزاء ذول اللي أمامي، وأنا متشوق لهم طبعاً، و يسرني جدا أن يكونوا مشاركين في هذه الندوة التكريمية التي أشكر بالمناسبة المنتدى العربي الأوروبي وشخصكم الدكتور حميد لتنظيم هذه الندوة. تكريم الأحياء شيء مهم وتقليد حضاري أتمنى أن نسير عليه في كل خطواتنا القادمة. معرفتي بالدكتور المقالح تمتد إلى 16 عاما من المصاحبة، إن لم أقل اليومية فالأسبوعية أو منتصف الأسبوع، قضيتها في صنعاء كما تعلمون. وقبل ذلك عرفته شاعراً حين ذهبت شاباً بعد استقلال اليمن الجنوبي لأدرس في عدن، وفي الكتاب المدرسي كانت هناك نماذج من أشعار اليمن والعرب، شعراء العرب، وتعرفت على الشعر المقالح عن قرب. علما بأني كنت في أيام الجامعة أقتني مجلات مثل مجلة الشعر والآداب والتي كان الدكتور يدأب على النشر فيهما، لكن معرفته الإنسانية حقيقة تختصر كل هذه المسافات. فالجلوس إليه مثل قراءته كاتبا وشاعرا وناقد الشعر وناقد الرواية، إنه يعطي لهذا البعد الإنساني عمقا حين تكون جليسا له. في الثمانينيات تعرفت عليه لأول مرة حين ذهبت لأوجه دعواتي للشعراء اليمنيين لحضور مهرجان شعري كبير عالمي عقد في بغداد باسم مهرجان الأمة الشعري، وكان الدكتور هو دليلي هناك للشعراء واتحاد الأدباء وحتى للزملاء، كان ذلك الوقت التشطير موجود طبعا، فساعدني في إرسال الدعوات حتى للجنوب. الدكتور عبد العزيز حقيقة أطلقت عليه في زيارتي الثانية التي كانت دعوة شخصية منه لمعرض الصناعة للكتاب، أسميته سفير اليمن في اليمن. حقيقة يعني كان يقدم لليمن هذه الخدمات التي قد لا ترى بالعين العابرة والعادية. يعني مثلا في زيارتي الأولى الثمانينات أصر على أن يصحبني ناس من مركز الدراسات لأرى، وكان معي زميلي المرحوم محمد الشمسي وهو كاتب عراقي وشاعر معروف، أن نرى وادي ظهر وأن نذهب إلى مناطق كثيرة في شمال اليمن. وفي سنة 92 نظم لنا أيضا زيارة
مع عفيف مطار وآخرين لنزور عدن وبعض المحافظات في الجنوب. هذا الحرص من المقالح يؤكد بعده اليمني، ودائما الإنسان كما يقول ماركيز محليته هي التي ترفعه إلى العالمية وليس العكس، يعني لا يبحث عن العالم حتى يجي يشتهر في بلده. من هنا انطلقت إنسانية عبد العزيز المقالح، وبعد العربي كما نعلم جميعا هو كان يحتضن الضيوف العرب، بل وطعم الأدب اليمني بضيوف وزيارات ومهرجانات كبيرة، وأيضا استضاف من الأساتذة العرب العديد الذي لا يحصى من شتى الجنسيات ومن شتى المناطق. أعتقد هذه يعني البادرة العربية تكمل يمني. أما إنسانيته فهي لا تقتصر على مواقفه من طلبتنا الذين كانوا بعوز مثلا، أو على الأساتذة الذين يقعون في إحراجات إلى آخر ذلك، وإنما أتكلم عن بعد الإنساني في شعره وقراءته للشعر العالمي، وأيضا نظرته الإنسانية لكل الشعوب التي كانت تكافح من أجل حريتها وأيضا من أجل استقلال ثقافتها. ولكي لا أطيل أقول إنني سعدت بمرافقته حتى في مجلة غيمان التي يذكر الدكتور همدان وهو رئيس تحريرها ذلك الوقت، استمرت إلى فترة طويلة حتى بعد خروجي من اليمن إلى المهجر، وكنا كان يدقق في كل شيء في هذه المجلة ويحرص على حضور الأصوات الجديدة، وهذا ليس غريبا عليه، فهو رغم حبه للتراث والأدب القديم كان حداثيا صوتا مبشرا بالحداثة في الجزيرة العربية كلها وليس في اليمن فقط. أذكر جيدا مقالاته عن التجريب وحق الشاعر في أن يجرب، وموقفه حتى من قصيدة النثر التي رجمت ولعنت، هو كتب في كتاب صنعاء قصائد طويلة وسماها، أطلق عليها مصطلح القصيدة الأجل، وليس الآن مجال دراسة مصطلحاته، هذا كتبته في كتابي نقد الحداثة، كان بفصل خاص عن الدكتور عبد العزيز عن ثلاثياته النقدية إلى جانب النقاد العرب الذين اعتبرتهم مهدوا لمشروع الحداثة الشعرية بالذات والحداثة الأدبية بصفة عامة. في غيمان كان يحرص على كل ما هو جديد، على كل ما هو استثنائي، ويمكن يذكر الدكتور همدان أننا كنا نعمل ملفات خطيرة يعني عن لغة الشعر وعن الأدب النسوي وعن الكتابة الجديدة وعن السيرة الذاتية، وكان باتصالاته ومعرفته يدأب يوميا. كنت أعجب يعني كيف لهذا الرجل الإداري والأكاديمي والشاعر والكاتب الصحفي يكتب يعني للآن مستمر في الكتابة بأعمدة، وكان دائما يقول لي أن الصحافة أحسن طريق للوصول إلى الناس، ليس كل الناس يستطيعون قراءة الكتاب، لكننا عبر الصحافة الثقافية ممكن أن نوصل رسالتنا. بالحقيقة كنت أتمنى أن أتكلم عن الدكتور ناقدا، لأنه كتب مرة أنه ناقد الشعر، بالضبط هو هذا رأي إليوت أيضا، يقول ناقد الشعر هو ذلك الذي يمارس كتابته أو فيه هذه اللوثة اللي يتركها الشعر في العقل والشعور والعاطفة، وأعتقد هو طبق ذلك لأنه كان قريبا جدا من ما يكتب الشعراء وما يعرضه ناقدا. أيضا التحضر اللي عند الدكتور عبد العزيز، يعني أنا أذكر جيدا أنه تجربته في مركز دراسات والبحوث اليمني، للأسف الراديكاليين والإصلاحيين وغيرهم وقفوا أمام هذا المشروع لأنه كان عن دراسات النسوية، وكان كنا نعطي درجة دبلوم أيضا كان من طلاب وطالبات مبرزين يكتبون عن الأدب النسوي وعن مشكلة المرأة في البلاد العربية والعالم إلى آخر ذلك. هذه كلها مشروعات حقيقة تؤكد البعد الثقافي والحضاري عند الدكتور عبد العزيز. الدكتور عبد العزيز لم يكن يمل من المتابعة والمثابرة، يقرأ كل شيء، يكتب، يدرس، يحاضر، يحرر، عين على مكتبة المركز وعلى مكتبة الجامعة، وأعتقد أن هذا الانطباع ترك في نفس الأجيال التي تتلمذت على يديه مباشرة أو التي تتلمذت على مجلسه وعلى قراءة كتبه، تركت هذه الحماسة التي أعتبرها من أشد الأمور التي ستذكر للدكتور أنه بث في المشهد اليمني والعربي أيضا هذه الحماسة وهذا الإخلاص للكتابة والكلمة، وقبل كل ذلك الإخلاص للإنسان ورمز الإنسان.
اسمحوا لي أن لا أطيل لأنه الزملاء كلهم لهم صداقات. كلامك لا يمل. أشكرك دكتور حميد، أريد زملائي لأن كلهم نعم بالمناسبة سأنتقل اليمنيان العزيزان دكتور همدان ودكتور أحمد يعرفان الدكتور قبلنا، لكن عدنان عرفه زائرا. الشاعر فضل خلف جبر والشاعر عبد الرزاق الرباعي أيضا كان من جليسي المجلس الأسبوعي ومن زوار المركز والاتحاد وإلى آخر ذلك، فسأترك لهم. لكنني اسمحوا لي أن أختم بقراءة قصيدة نشرتها في ديواني الأخير اللي هو الهبوط إلى برج القوس. القصيدة ضمن 6 قصائد بعنوان أسماء وأفعال. قصيدة عبد العزيز المقالح، اسمحوا لي أن أقرأها لكم كختام لهذه المداخلة وربما العودة من بعد. عبد العزيز المقالح: ينبش نار الشعر بعود أخضر ويرى جمرا يتأرجح، هذا جسد آخر عائد من الموت ينثر أوراقه، ينقب في خلاياه الجديدة عن دم أجد دائما، عيناه الغائمتان بالحزن تنعيان بلا كلام، عصرا خؤونا وزمنا أعمى ورجالا باعه، كل فجر يحاور طفلة البني ويسألها ميلادا آخر. هناك إشارات لبعض كتب الدكتور وبعض مقولات أنا أضعها بين قوسين وأحاول أن أشير إليها. ويسألها ميلادا آخر ويراها تجتذ دقاتها وتوزعه عشبا للصداقة، إنها صنعاء راجفة خلف جبال التاريخ، السفر إليها طويل كسنين يوسف وشاسع الخطى كليلة الشتاء في قطار بلا نهاية، ويعلم أن السفر أن سيطول السفر ولكن لا بد من صنعاء. العود الأخضر ينبش نار الشعر فتغدو خضراء، تلتمع في ألسنتها أبجدية أخرى للروح، تعبر أسوار صنعاء وتدخل بيوتها من أبوابها المغلقة، زمن لوضاح هربت ساعاته من تقويم آلامه وسكنت في قصائده متدثرة بنبضه الخجول. شكرا لكم. شكرا جزيلا دكتور حاتم. الآن نذهب مباشرة للشاعر العزيز عبد الرزاق الربيعي والذي كان أيضا رفيقا، كان على اليمين أحيانا يكون الدكتور حاتم وعلى اليسار الشاعر عبد الرزاق الربيعي في ذلك المجلس الجميل الذي كونه. رحب أيضا بالأستاذة الدكتورة فاطمة نعوت وهي في السيارة، هي في السيارة الآن تحييكم. أنا عملت كان في ضجيج عملت الصوت، فعندما تستقر إن شاء الله تكون معنا. كذلك نرحب بالذين التحقوا معنا الشاعر عبد الغني مخلافي شذى الخطيب وكل الأصدقاء. أستاذ عبد الرزاق، أنت كنت دائما مرافقا ورفيقا لهذا الشاعر العملاق، وأنت في أكثر كتاباتك تقول أنه ساهم في تكوينك الشعري، فشهادتك مهمة جدا حول هذه لمعرفة جوانب أخرى يعني غير التي تحدث عنها أو تكملة ما تحدث به أستاذنا الدكتور حاتم الصقر. تفضل أستاذ العزيز. شكرا. شكرا جزيلا أستاذ حميد على هذه المبادرة الجميلة التي تدل على وفاء. وحقيقة المقالح يعني عندما فاز بجائزة أحمد شوقي اللي منحها إلى اتحاد أدباء مصر كلفوني، طبعا هو بصحبة الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، هذا الكلام كان 2019. فعندما كلفتني الجمعية العمانية للأدباء والكتاب أنه أشارك بهذه الندوة وأعد ورقة، فأعددت ورقتي وحملت عنوان عبد العزيز المقالح: جسد بلد في جسد.
لأن يعني هو اختصر اليمن، اختصر اليمن بجمالها، ببساطتها، بتواضع إنسانها، بعطائها، بعمقها. فلهذا وجدتها طبعا بعد ذلك لم يتم تنظيم الندوة بسبب صار تأجيل، ومن ثم جاءت الجائحة وأجلت، وصدرت في كتاب، هو هذا الكتاب، البحوث جمعت في هذا الكتاب، من بينها بحث للدكتور حاتم الصقر. فأقصد من هذا أنه نحن يعني كان اختصر لنا الكثير دكتور عبد العزيز مقالح، وجعلنا نحب اليمن من خلاله. طبعا قبل ما ألتقي به كنا نتابعه، يعني مبهورين به كشاعر، لكن عندما وصلت إلى صنعاء عام 1994 أخذني صديقي الشاعر فضل خلف جبر إلى مكتبه بمركز الدراسات اليمني في شارع بغداد، وهو كان قبل هذا هو كان ينشر لي بصحيفة 26 سبتمبر، له صفحة أسبوعية كان ينشر نتاجاتنا التي كنت أبعثها إلى صديقي وأخي فضل. فعندما التقيت به أخبرني بأن اليوم لدينا مجلس في هذا المكان، فنتمنى أن تكون معنا، وبالفعل حضرنا المجلس، وهنالك يعني أحسست أن هذه صدق هذه المقولة، أنه الشاعر الكبير إنسان كبير. حقيقة التقينا بشعراء معروفين كثر، لكن لم نجد شاعرا يتجسد به الحس الإنساني مثل ما وجدته في الدكتور عبد العزيز المقالح. كان بالنسبة لنا أبا حانيا، كان يعني يأسرك بكلامه، باهتمامه، كان يعني دائما هو يحيطنا بالرعاية. في وقتها كنت أراسل جريدة الفينيق اللي كانت تصدر بالأردن، وكنت أطلب منه أن يزودنا بنصوص، وكان لا يبخل علي بنصوصه وبحوارات. أجريت مجموعة من الحوارات التي بعد ذلك جمعتها في كتاب حمل هذا الكتاب، اللي هو عبد العزيز المقالح راهب القصيدة. وأيضا بعض اللي طمنت الكتاب، بعض ما كتبته من تتبعي لتجاربه، كان هو مثل ما ذكرت الأسبوع الماضي بهذا البرنامج، أن مجلس المقالح كان مختبرا شعريا ونقديا. كنا نجلس ونطرح نصوصنا، نقرأها وتتم مناقشتها، ومن من 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 ذلك المجلس يعني تعلمت الكثير من حرفيات كتابة القصيدة. طبعا الدكتور كان يجمع كبار الأكاديميين في مثل ما الدكتور حاتم الصقر، وكان الدكتور عبد الرضا علي، الدكتور علي جعفر العلاب،
دكتور سعيد الزبيدي، من العرب دكتور من سوريا، من سوريا المرحوم إبراهيم الجرادي، عبد علي الجسماني، دكتور شاكر خصواك، طبعا إضافة إلى كان ضيوف الأساتذة اللي زوار دمشق، يعني مثل عبد الملك مرتاض زائر يكون يحل ضيفا. كل ضيوف صنعاء واليمن نلتقيهم في مجلس الدكتور عبد العزيز المقالح. التقينا بمثلا شوقي عبد الأمير، كان كل ما سيف الرحبي زارنا، وكذلك طبعا قبلنا كان أودونيس وكمال أبو جيب وكثيرين. أتذكر أيضا عز الدين إسماعيل وصلاح فضل، مجموعة يعني كانت تعج جامعة صنعاء بنخبة من الأكاديميين الذين استقطبهم الدكتور عبد العزيز المقالح. فكان همزة الوصل بين الأدباء العرب والأكاديميين العرب واليمن. فهذه واحدة من الأمور، واحدة من الأمور التي يعني ندين بها للدكتور عبد العزيز المقالح، وحتى الثقافة اليمنية تدين له بها، كونه يعني استقطب الكثير من كبار النقاد والأكاديميين وفي صنعاء، في جامعة صنعاء عندما كان رئيسا لها. يعني تفاصيل كثيرة في الذاكرة، ربما يعني لا نريد أن نطيل ونسيح المجال، لكن ونحن الآن نتابع يعني حالته الصحية، نشعر بالقلق الشديد. كلنا تألمنا عندما قرأنا قصيدته التي يقول فيها: أنا هالك حتما، فما الداعي إلى تأجيل موتي؟ جسدي يشيخ ومثله لغتي وصوتي، ذهب الذين أحبهم وفقدت أسئلتي ووقتي. كثير تألمنا وأحسسنا أن يعني هو يعني هو يتمثل اليمن في هذه القصيدة. ونحن لا نملك سوى الدعاء له بأنه يوشى فيه ويعافيه ويخرج من هذه الأزمة الصحية ويواصل مشروع. وأنت أخبرتنا الأستاذ حميد أنه هنالك مبادرة لعلاجه. طبعا هو أنا قبل سنتين ثلاث سنوات كلمته وطلبت منه أنه تتحمل عمان إذا كان، لكن هو رفض قضية المغادرة صنعاء، وهذه معروفة، هو أكثر من 40 سنة هو لم يغادر صنعاء. وبعد ذلك كلمني الدكتور طارق نجم وطلب مني أن أوصل له هذه الرسالة، أنه نحن على استعداد لعلاجه في أي مكان، نحن كحكومة عراقية يعني. وأيضاً نقلت رسالة الدكتور طارق نجم للدكتور، ولكنه شكره وقال: لا، أنا حالي من حال اليمن. هو رجل يعني هو تجد باليمن، هو يقول: في لسان يمن، في ضمير يمن، تحت جلدي تعيش اليمن، خلف جفني تنام وتصحى اليمن، صرت لا أعرف الفرق ما بيننا، أينا يا بلادي يكون اليمن. فهو هو يمتزج مع المكان. وأيضا عند لدي أيضا قضية صنعاء في التي خصها بكتاب صنعاء ويؤسطرها: كانت امرأة هبطت من ثياب الندى ثم صارت مدينة،
ويقول أبوابها سبعة والفراديس سبعة كل باب يحقق أمنية للغريب. كنا نحن الغرباء حققت لنا صنعاء وحقق لنا المقالح الكثير من الأماني وصلنا جزءا من المكان. شكرا لكم والكلام للآخرين يعني آسف للإطالة. شكرا جزيلا للدكتورة فاطمة نعوت، هي الآن في السيارة ولكنها تحرص أن تكون معنا. دكتورة فاطمة، أنا قلت لك تكونين بعد الأستاذ عبد الرزاق الربيعي. دكتورة فاطمة، أنا الآن أحاول أن أعمل الصوت لك. دكتورة تسمعيني؟ أنا أسمعك أسمعك أستاذ حميد. دكتورة أهلا وسهلا، نتشرف بك ونؤنث بك هذه الجلسة. إحنا كلنا بعيدا إحنا نعطرها أيضا أهلا بكم. أولا بشكرك جدا جدا دكتور حميد على هذه يعني المبادرة الراقية جدا أن نجتمع على شرف هذا العظيم دكتور عبد العزيز المقالح، فهذا في ذاته شرف لجميعنا. وأشكرك أني شفت عبر دايما بشوف عبر شاشتك أصدقاء أفتقدهم منذ سنوات، فهذا شكر مضاعف الحقيقة. يعني أوفى الأصدقاء الكلام عن عبد العزيز المقالح شاعرا وكاتبا ومفكرا. أود أن أتكلم عن ظاهرتين لمستهما بنفسي في هذا الهرم العظيم كما نسميه في مصر بوابة اليمن الثانية. كونه لم يسافر أبدا من صنعاء، لابد من صنعاء دائما طوال الوقت، ونحن نتشوف ونتشوق في مصر في كل مناسبة شعرية أن نراه، ولكن كان هذا الحلم عصيا دائما ولم نره، ولم يره منا إلا من يعني أسعده زمانه وسافر إلى اليمن، وكنت أنا إحدى المحظوظات ومن بين المحظوظين الذين سافروا إلى اليمن عام 2004 عدة مرات، ولكن في المرة الأولى كانت عام 2004. وأنا منذ يعني ركبت الطائرة وأنا لا أفكر في شيء إلا في رؤية هذا العظيم. دكتور عبد العزيز قال هل سيتسنى لي أن أرى، هل سأصافحه، هل سيصافحني، أفكار كثيرة جدا. وفوجئت بأن هذا العملاق شخص شديد البساطة والجمال والرقي والأبوة والطفولة في آن، حتى أنه أنا كنت شاعرة في البداية، يعني لم أصدر إلا ديوانين فقط، وأتلمس طريقي في الأدب خارجة من كلية الهندسة، وضيفة ربما ثقيلة على عالم الأدب، والناس مندهشة من هذه ومن التي تكتب وتزاحمنا إلى آخره، كل هذه المنغصات، لأجد الهرم الكبير. يعني كان من كان يحاربني هم صغار، ولكن الهرم الكبير هذا يصافحني ويعقد لي أمسية شعرية في جامعة عدن لأقرأ الشعر. ونبهني وأنا يسألني في البداية ماذا ستقرأين، فكان بينما قرأت بيت شعري يقول البكباشي طويل العنق من قصيدتي، وأنا أقصد به جمال عبد الناصر. لم أكن أنتقده، ولكن كانت البيت الشعري لا أذكره الآن، ولكن به بعض المشاكسة. قال لي إذا قلت هذا هذا البيت لن تخرجي من اليمن، أنت لا تعرفين يعني قيمة جمال عبد الناصر في اليمن، ودفعني أن أشاهد صخرة في اليمن على شكل جمال عبد الناصر، اعتبروها أنها هدية من السماء، فهذه صخرة طبيعية. يعني نحن في مصر نتفق ونختلف مع جمال عبد الناصر، وبعضنا يرى عيوبه وبعضنا يؤلهه، ولكن يعني أنا لست من الجانب الذي، فقلت له سأقولها فليحدث ما يحدث يعني، فنبهني وكانت ومرت هذه، لكني أذكر هذه الأبوة وهو يتكلم معي
ويخاف علي ويدعوني من أنا، من أكون أنا في عالم الشعر ولا في عالم الكتابة، حتى يدعوني للجامعة. ثم فعل المكرمة الأكبر ودعاني إلى بيته. هذه بالنسبة لي كانت شيئا كبيرا جدا، أن أرى مجلس عبد العزيز مقر، يعني أراه وأجالسه، وجلسنا على في هذه الجلسة على الأرض، الجلسة العربي الجميلة، وكان يقوم بنفسه يقدم لنا الشاي والمشروبات إلى آخره. يعني شيء استثنائي وأسطوري، وبالنسبة لي كان حلما سحريا، حتى أنني يعني حاولت أن أكتب هذا ولم أستطع، من هول يعني كانت الكلمات أصغر وأكثر وعاجزة عن التعبير عن شعوري بجمال هذا الرجل. نحن في مصر نعشق هذا الرجل عشقا بينا. الظاهرة الأخرى التي أود أن أتكلم عنها وأدهشتني جدا جدا، أنك وأنت تسير في شوارع صنعاء أو في أي مكان في اليمن، اسأل أي طفل صغير عن بيت المقالح سيدلك، شيء بالنسبة لي معجز وملغز. حتى أطفال السابلة، أطفال الصغار السابلة، أطفال يعني الذين لم يدخلوا مدارس إلى آخره، سألهم عن بيت عبد العزيز المقالة سيأخذك طفل ويدلك، شيء بالنسبة لي أسطوري. يعني نحن هنا في مصر خريجي جامعات لا يعرفون من هو الشاعر الضخم والجميل والرائع أحمد عبد المعطي حجازي. يعني لو سألت طبيب أنا أستاذا في الجامعة وكذا، قليلون الذين يعرفون، وهو شاعر كبير جدا. لو قلت لواحد فيهم عباس محمود العقاد سيخبرك عن شارع باسم عباس محمود العقاد، لكن ربما لا يعرف من هو إلى آخره. فأن يحقق هذا الأسطورة عبد العزيز المقالح أن يكون شاعرا نجما، يعني عادة في المجتمعات العربية يعرفون النجوم، يعرفون لاعبي الكرة، يعرفون كذا، ولكن لا يعرفون الشعراء عادة. لكن عبد العزيز المقالح كسر هذه القاعدة وتحول إلى أسطورة حقيقية، أسطورة يمنية حقيقية. وبالفعل اليمن وعبد العزيز المقالح أصبح كما قال في أيون اليمن، كما يقول في شعره، أصبح كيانا واحدا، حتى في عقل الآخر وليس بالنسبة إليه فقط، الناس كلها ترى أنهما أن عبد العزيز المقالح كيانان في واحد. فأنا بالنسبة لي هذه ملغزات، هذه استثناءات لم أشهدها في كل الدول التي سافرت إليها، الدول العربية التي سافرت إليها، أن يتحول الشاعر إلى نجم، ونجم إنساني، وليس نجم في برجه العاجي، ولكن نجم بسيط يحب الناس، يحب الإنسان، يدافع عن حقوق البسطاء، ويأخذ بيد الشعراء الجدد ويدعمهم، أشياء لم أرها في حياتي إلا من عبد العزيز المقالح. ربنا يشفي يا رب، ودعاء المصريين 100 مليون مصري يدعون له عطفا على كل دول الأخرى، وكل حبي له، وبشكركم جدا جدا على هذه الأمسية الجميلة جدا، على شرف عظيم واستثنائي اسمه عبد العزيز المقالح. أنا على فكرة رايحة يعني في الطريق إلى مشوار يعني مهم جدا، ولقاء مؤتمر يعني. دكتورة أنت تحملتي فعلا. ولكن لم كان من المستحيل أن أترك مناسبة كهذه تفوتني، فسامحوني إن أنا بكلمكم وأنا في السيارة وأقود سيارتي. ولكن بجد بشكرك يا دكتور حميد، وبشكركم كلكم، وسعيدة معاك وأنا معاك لسه لغاية ما أوصل لمكاني. شكرا. أخذت طريق أطول على حتى أستمر. ما أدري والله، بس ديري بالك على نفسك. لا أنا تمام وشايفة الطريق كله تمام. شكرا جزيلا أستاذتي العزيزة على هذا اللي عطرتي لنا، يعني أنت وشدة يعني صارت في نوع من الجلسة فيها أيضا رائحة وعطر أنثوي.
والدكتور عبد العزيز المقالح من المحبين للعطر الانثوي. انا بدي اذهب قبل ان اذهب الى الاستاذ فضل جابر جبر، بدي اذهب الى الدكتور همدان. دكتور همدان، الدكتور عبد العزيز المقالح هذا الدينامو الذي يكتب يعني القدس العربي، احيانا للاهرام، احيانا لما اسمه العرب اللي كانت في عمان، احيانا لملاحق ادبيه، وانت يعني ايضا من الاصدقاء الذين ايضا كنت يعني رفيقا وتلميذا وصديقا وهو يعتز بك ايضا، وانت ايضا مدير المركز للدراسات والبحوث اليمنيه. استاذ العزيز، احنا ننتظر، احنا استمعنا الى اصدقاء ورفاق الدكتور حاتم والاستاذ عبد الرزاق وفاطمه، الان نستمع اليك وبعد ذلك نذهب الى صديقنا فضل شاعرنا الجميل. ومعذره اننا اخر بقيه الاصدقاء لانه ما شاء الله كلكم وجوه وكل واحد ممكن ان يكون ندوه كامله عن الدكتور عبد العزيز المقالح. تفضل دكتور همدان. شكرا جزيلا، شكرا، اسعد الله اوقاتكم جميعا، ارحب بالجميع، اجمل ترحيب. اشكر الاستاذ حميد على تنظيم هذه الندوه الاحتفاليه بشاعر اليمن الكبير ورمزها الابداعي والثقافي الاب والمعلم التنويري الدكتور عبد العزيز المقالح. انا سعيد ان اكون اليوم بينكم بين الاحباء، بعضهم مرت سنين دون ان نراهم، كلهم كل باسمه ومحبته، واسمحوا لي ان ابعث باسمكم جميعا دعواتنا ومحبتنا وامنياتنا للدكتور عبد العزيز المقالح بالشفاء والعافيه وطول العمر. الحديث عن الدكتور المقالح بالنسبه لي طبعا هو حديث صعب، والحق انني كلما قمت بعمل يخص المقالح او نويت ان اكتب عنه او اتحدث عنه أتردد كثيرا، لأنه كما قيل أن شدة القرب حجاب، وقربي الشخصي منه ومكانته عندي وعند أبناء جيلي هي من العلو والتقدير والمحبة والمهابة ما تستدعي دائما التأني وربما حتى الارتباك. إذن من أين أبدأ وماذا أقول وكيف أنتهي؟ طبعا أنا عرفت الدكتور عبد العزيز منذ أن كنت طفلا، فقد كان هو صديق والدي، وعن هذه الفترة يعني أستطيع أن أتحدث طويلا، لكن ربما سأجعلها لمناسبة أخرى، لأنني فكرت ماذا يمكن أن أقول في هذا اللقاء الجميل وأن أضيف إلى ما قاله وسيقوله الأعزاء. ففكرت أنني ربما أركز على نقطتين، الأولى هي الحديث عن باختصار عن كتابه الجديد المختارات الشعرية التي صدرت قبل شهر عن دار العائدون بعنوان حروف مبرأة من غبار الكلام، وهو الكتاب أو المختارات التي تشرفت أن أقوم بإعداده وتقديمه. هذا هو غلاف المختارات، طبعا ليس عندي سوى الغلاف يعني لم يصلني الكتاب يعني حتى الآن. والشيء الثاني الذي ربما فكرت أنه ربما يكون مناسب أن أتحدث عنه هو التطرق إلى بعض الخصائص والسمات الشخصية بحكم معايشتي المباشرة له، الشخصية المقالحية إذا صح الوصف، يعني ربما على غرار الشخصية المحمدية المعروفة الرصافي، أتحدث عن الشخصية المقالحية. والسبب أنني أعرف بغض النظر عن قربي الشخصي منه، أعرف مكانته الكبيرة جدا في وجدان وذهن وضمير الإنسان اليمني المعاصر. أنا في اعتقادي الشخصي وبدون أي مبالغة أجزم أننا نقف أمام شخصية يمنية عابرة للقرون، وربما بعد مئات السنين أو حتى بعد 1000 سنة من الآن سيظل اسم المقالح في صدارة أسماء الشخصيات الكبيرة في تاريخ اليمن الطويل. أنا لا أشك في هذا أبدا. فالمقالح كما سبق وأن تحدث الأستاذ عبد الرزاق اقترن اسمه باسم اليمن، وهذا الاقتران يعني له قيمته ومدلوله وتجذره في فكر وإيمان المقالح. ومن هنا تأتي أهمية الحديث عن شخصيته كإنسان، إلى جانب طبعا الحديث عن إبداعه الشعري والنقدي وتأثيره القيادي في الحياة الثقافية الأدبية اليمنية المعاصرة.
وهي الجوانب التي الأعزاء في هذه الندوة سيتطرقون إليها. فيما يخص الموضوع الأول وهو المختارات، ليس هناك كثير ما يعني ما يمكن أن أقوله، سوى أنني كنت أشعر بالفخر حقيقة أنني قمت وتجرأت باختيار قصائد مختارة للدكتور عبد العزيز، وأيضا كتابة المقدمة لهذه المختارات، لأنه كما هو معروف أن الدكتور عبد العزيز يعني قد كتب كثير من المقدمات لعدد كبير من الدواوين الشعرية والروايات والكتب والمسرحيات، حتى لا يكاد حقيقة يكون هناك أي مبدع يمني لم يقدم له المقالح أو يكتب عنه، بل أنه ليس من المبالغة إذا قلنا أن المقالح يقف بشكل أو بآخر وراء كل أديب يمني معاصر معروف. فعلى كثرة مشاغله والتزاماته، وكما تطرق الأخوان لهذه القضية، لم يبخل على أي شاعر أو أديب أو كاتب من مختلف الأجيال حقيقة بالدعم والتشجيع والتقديم والنقد. طبعا كانت مسألة أن أقوم أنا بانتقاء المختارات من قصائد المقالح هي مغامرة كبيرة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لي، لأنه المعروف أنه الدكتور كان غزير في إنتاجه الشعري، يعني نحن نتحدث عن 23 ديوان شعري، لكن الحقيقة أنني سعدت كثيراً بخوض هذه التجربة أو المجازفة، لأنها دفعتني إلى قراءة مجمل إنتاجه الشعري من جديد، وكانت يعني متعة القراءة أكبر بكثير من تخوفاتي. شعر المقالح هذا البحر الساحر الرائق الممتلئ بالجمال بالعنفوان بالثورة بالحزن النبيل، يعني كان قراءته بالنسبة لي مثل البلسم في هذا الزمن، زمن الكورونا يعني، والزمن المشحون بمختلف التحديات والطافح بأوجاع الحرب وقسوتها وآلامها. أما ما يخص الموضوع الثاني وهو التطرق إلى بعض الجوانب والسمات الإنسانية والاجتماعية في شخصية المقالح، فالحديث في هذا حقيقة يطول ويمكن أن يستمر لساعات، لأن المقالح له شخصية فريدة، الذي عرفوه وعايشوه يعرفوه هذه الحقيقة، له شخصية فريدة تستدعي أعلى درجات الإعجاب وربما حتى الاهتمام البحثي، ولأن هذه السمات كثيرة أنا سأقتصر فقط عن الحديث عن بعضها وحتى بشكل تلقائي وبدون أي ترتيب أو تصنيف من أي نوع. السمة الأولى التي أريد أن أتحدث عنها هي غزارة الإنتاج. كما سبق وأن أشرت، له 23 ديوان شعري منشور، له أكثر من 32 كتاب فكري ونقدي، هذا طبعا بالإضافة إلى عدد هائل من المقالات والأبحاث والدراسات المنشورة في عدد كبير من الصحف والمجلات والدوريات اليمنية والعربية على مختلف مواضيعها ومستوياتها، ولا ننسى حتى ما ذكرناه من العدد الهائل من المقدمات التي كتبها للكتب والإصدارات للآخرين. يعني خلاصة القول أنه أنا لا أعتقد حسب ما أعرف أن هناك كاتباً يمنياً يمتلك هذه الغزارة من الإنتاج الأدبي والفكري المنشور أو حتى أن يقترب منه. تواصلاً مع هذه السمة يمكن أن نتحدث عن سمة أخرى لدى الشخصية المقالحية، هي الحضور الشعبي الطاغي. المقالح لا ينافسه في هذه الشعبية في اليمن إلا عدد قليل من الشعراء والأدباء والفنانين أو الشخصيات السياسية والاجتماعية. يستمد المقالح هذا الحضور الشعبي من عوامل كثيرة، إضافة إلى ما سبق وقلنا أنه غزارة الإنتاج، يأتي أيضا حضوره الشبه يومي في حياة اليمنيين، حضوره في الصحافة والإذاعة عبر التلفزيون، أضف إلى حضوره وحضور شعره وأعماله النقدية وتجذرها في النخب السياسية والاجتماعية اليمنية منذ السبعينات وحتى الآن، إضافة إلى حضور شعره في المناهج الدراسية، ما كتب عنه وعن أدبه في عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه، كذلك أيضا حضوره المهني كأستاذ في جامعة صنعاء، حضوره الاجتماعي المعروف ومشاركته الدائمة في المناسبات، كما يعرف الأعزاء هنا ولا يفوت أي مناسبة سواء كان عزاء أو عرس إلا ويذهب ويشارك. طبعا إضافة إلى ظاهرة مقيله الأدبية اليومية، وهي لوحدها ظاهرة تستحق الحديث عنها بشكل مركز.
الحقيقة أن كل هذا الظهور والإنتاج الفكري الغزير كان متوازياً مع عدد كبير من الالتزامات الإدارية والوظائف. يعني كان أستاذاً في الجامعة، رئيساً لجامعة صنعاء لسنوات طويلة، ورئيس لمركز الدراسات والبحوث اليمني، أضف إلى ذلك دوره التأسيسي والقيادي لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، ثم رئيساً للمجمع العلمي اللغوي اليمني، إضافة إلى عمله كمستشار لرئاسة الجمهورية للشؤون الثقافية، وعضوية أكثر من اتحاد وجمعية وهيئة أدبية في اليمن وخارجه. كيف أمكن للمقالح كما سبق الإشارة إليه، كيف أمكن أن يوفق بين كل هذه الالتزامات والمسؤوليات وبين الإنتاج الضخم والنوعي لمجمل أعماله الإبداعية والنقدية؟ هذا سؤال دائماً يدور في ذهني وذهن الكثيرين. ربما هذا يقودنا إلى سمة أخرى ربما أتحدث عنها، وهي حضور ذاكرته واعتقادها، وهي الصفة التي تتأكد دائماً باستمرار عند كل من عايش المقالح أو تعامل معه. المقالح يحفظ الكثير من الشعر ومن الآيات القرآنية، المقولات الفلسفية، الأمثال والسرديات الشعبية، حتى بعض الجمل السردية يعني يحفظها. يتذكر المقالح بدقة مدهشة أسماء الأدباء والشعراء والمبدعين والشخصيات الاجتماعية والسياسية في اليمن والوطن العربي. أتذكر في رحلة ذهبت معه فيها إلى خارج صنعاء إلى قريته في المقالح، في الطريق أدهشني الدكتور كيف أنه يعرف أسماء معظم المناطق والقرى والجبال والوديان التي كنا نمر بها، يعرف تاريخها وما تشتر به، يعرف بعض النوادر والحكايات الشعبية المرتبطة بهذه الأمكنة، أسماء أبنائها، أحوالهم، الأحداث التاريخية التي مرت عليها. يعني المقالة حتى في التزاماتنا اليومية في العمل، عندما كنت أعمل معه في مركز الدراسة والبحوث، لا يحتاج إلى من يذكره بهذه المهام أو الالتزامات، كان هو من يقوم بتذكيرنا وتذكير يعني بالأعمال والمواعيد. لكن هناك كانت حادثة أنا يعني أود أن أذكرها لكم، وهي حادثة يعني لا أنساها أبداً في مسألة حضور ذهني. كنا في المقيل الأدبي اليومي، وهو كما هو معروف يعني هي ظاهرة يعني يومياً يجتمع الدكتور عبد العزيز المقالح مع أصدقائه من الأدباء والمفكرين إلى آخره. كان جزء أصيل من هذا المقيل هو القراءة العامة، يختار هو بعض القراءات ونقوم نحن بقراءتها. هناك طبعاً قراء يعني عادة هم من توكل لهم هذه المهمة، من ضمنهم كان طبعاً العزيز الدكتور حاتم الصقر، وأنا في فترة من الفترات كنت كان يعطيني بعض الأشياء أقرأها. أتذكر أنني مرة كنت أقرأ مقال أعتقد كان للسيد ياسين المفكر المصري المعروف، وفي أثناء ما كنت أقرأ دخل أحد الزملاء وكان مسافراً، فقمنا نسلم عليه، طبعاً توقفت القراءة وقمنا نسلم عليه، وعندما يعني عدنا واستأنفنا القراءة أوقفني وقال لي إنه بما معنى أنك قد فوت مقطع، فعيد القراءة من جديد. فأنا استغربت وعدت يعني القراءة، فبالفعل تأكد لي أنني يعني قفزت فوق مقطع من المقالة، وحقيقة المقطع لم يكن فيه شيء مثير. يعني ربما يعني لو كان فيه شيء مثير كنت سأقول أنه الدكتور عبد العزيز كان مركزا عليه. كان مقطع حقيقة لا يحتوي شيء مثير، لكنها يعني أدهشتني تركيز الدكتور عبد العزيز وحضور ذاكرته، لدرجة أنه يعرف أنني قفزت فوق جملة أو جملتين من مقال ما كنت ما زلت أقرأه. وطبعاً أنا ممكن أتحدث لساعات عن ما أعرفه عن الدكتور عبد العزيز وما جمعتني به من مواقف ومن خصائص شخصية مبهرة، لكن أنا أعتقد أن الوقت لا يتسع، وربما في المستقبل أدون كل هذا في كتاب إن شاء الله. فشكرا جزيلا لكم على هذه الندوة الجميلة، وإلى اللقاء. شكرا. شكرا جزيلا. وفي هذه المساحة أوجه التحية للأستاذ الدكتور واسين الأعرج، الذي يقوم حاليا أيضا بجهود كبيرة جدا من أجل أن تذهب بعثة قطرية طبية إلى اليمن، وأيضا يعني هنالك جهود أيضا جميلة من الأستاذ العزيز عبد الرزاق الربيعي. كثير من الدول أيضا ترحب
بأن يذهب المقالح، لكن المقالح متمسك باليمن ومتمسك وعاشق لصنعاء إلى يعني إلى الثمالة. أستاذ الشاعر فضل جابر جبر خلف، والذي أيضا كان لديه الكثير من الأعمال، ولكنه هو الآن معنا. تفضل أستاذي. مساء الخير جميعا، مساء الخير لكل الأحبة في اليمن الحبيب، مساء الخير للحضور الأصدقاء جميعا. تحية لك أستاذ حميد، وامتنان خالص لهذه الدعوة العزيزة. كما سبقني الأصدقاء جميعا بأن الحديث عن الدكتور عبد العزيز المقالح ذو شجون، ويحتاج إلى ساعات وساعات، إن لم نقل أسابيع وسنوات. على كل حال، بما أنه ليس في اليد حيلة فيما يتعلق في الوقت وتوقيت هذه الفعالية، لذلك حاولت أن أوجز علاقة سنوات حقيقة خلال فترة إقامتي في صنعاء والرفقة الطيبة مع كل الأصدقاء هناك، وبالتأكيد على رأسها رفقة الدكتور عبد العزيز المقالح. حاولت أن أوجز نفسي في وقفات قصيرة، أحتذر جدا أن يكون قد سبقني الصديقان العزيزان الدكتور حاتم الصقر والأخ عبد الرزاق الربيعي في ذكر بعض المشتركات وهذه القواسم التي كنا حقيقة كنا العلاقة كانت مشتركة، كنا نلتقي باستمرار. على كل حال، حاولت أن أوجز هذه السنوات في وقفات قصيرة، فاسمحوا لي أن أقرأها على شكل سماعا قراءة، يعني اختصارا للوقت. يعني الوقفة الأولى: لم تسبق لي زيارة اليمن قبل عام 1992، وهو عام وصولي إلى صنعاء، لذلك لم ألتقي بالدكتور عبد العزيز المقالح شخصيا، وإن كنت قد قرأت له قبل ذلك التاريخ بكثير. وأذكر أنني قبل سفري من العراق التقيت مصادفة الصديق الشاعر زاهر الجيزاني، وحين عرف بأن بنيتي السفر إلى اليمن سألني إن كان بيني وبين الدكتور عبد العزيز المقالح تواصل سابق، وحين أجبته بالنفي تبرع بالكتابة رسالة تعريف وتوصية، فقد سبق للجيزاني أن زار اليمن في مناسبة أدبية والتقى بالدكتور المقالح. حين وصلت إلى صنعاء كان علي أولاً التركيز على بعض التفاصيل الأساسية التي تتعلق بوجودي هناك قبل أن أتوجه للقاء الدكتور المقالح. زرته ذات يوم بعد أن استقر بي المقام في مكتبه العريق في مركز الدراسات والبحوث اليمني، والذي يقع في بداية شارع بغداد. لتتوطد بيننا من ذلك اليوم علاقة تسودها المودة والاحترام المتبادل والرفقة الطيبة حتى مغادرتي اليمن عام 1998. الوقفة الثانية: خلال سنوات إقامتي في اليمن الحبيب جمعتني صداقات عميقة مع عدد كبير من الأسماء الأدبية والثقافية، وكان كبير الفضل في ذلك يعود إلى المقيل الأسبوعي الذي ينعقد في مركز الدراسات والبحوث بحضور الدكتور المقالح ووجوه عديدة من نخبة الثقافة اليمنية والعربية. كما سبق العزيز عبد الرزاق الربيعي في الإشارة إلى المركز، ومن قبله الدكتور حاتم الصقر، كان مقيل مركز الدراسات والبحوث بحق بمثابة أكاديمية تجريبية مصغرة منفتحة لكل الفنون والأجناس الأدبية، وتحضرها شخصيات عربية ودولية في كافة التخصصات والحقول. كانت تقرأ فيه القصائد والقصص والنقد والمسرح، حتى لقد انبثق من جنبات ذلك المقيل ما عرف بمسرح المقيل، والذي أسم في بلورته المسرحيان العراقي الراحل كريم كثير واليمني عبد القادر صبري بجهود مستقلة. هذا المقيل الأكاديمية تمرست فيه ومن خلاله العديد من الأصوات الشابة حينها، والتي تمثل اليوم وجوها أدبية مرموقة في المشهد الثقافي الإبداع اليمني.
بالإضافة إلى هذا المقيل الاحترافي، كانت هناك مقائل ثانوية يحضرها الدكتور المقالة تنعقد خلال أيام الأسبوع، لكنها ذات طابع اجتماعي ثقافي والحضور فيها خاص وتتداول فيها كافة المستجدات. ويطيب لي هنا أن أذكر أنني حظيت بشرف استضافة مقيل أحد الأيام الأسبوع التي يحضرها الدكتور المقالح في بيتي المتواضع في شارع بغداد، والذي شاركني فيه السكن فيه لبعض الوقت الصديق الشاعر عبد الرزاق الربيعي. وكان يجتمع في ذلك المقيل نخبة طيبة من مشارب متعددة من نسيج الثقافة والمجتمع اليمني. لقد كان مما يسعدنا، خاصة أنا والأخ عبد الرزاق الربيعي، أن نرى روح المودة والانسجام المجتمع اليمني ممثلة بحضور الطيف اليمني بكافة ألوانه، وهو أمر ذأب الدكتور المقال على تشجيعه والحظ عليه. الوقفة الأخيرة، لا نعتقد أننا نبالغ إذا قلنا أن الدكتور المقالح أحب بلاده بمستوى نادر من السمو والجمال، وهو بلا شك واحد من أولئك البنائين المؤسسين الذين يشغلهم حاجز تطوير وبناء بلدانهم ومجتمعاتهم بهدوء وتأده. ولأنه يدرك تماماً دوره الفاعل كراعٍ وبوابة ثقافية حقيقية للتنوير من خلال موقعه الأدبي المرموق ومركزه في قيادة جامعة صنعاء، فقد كان لا يئل جهداً في دعم عملية التجسير بين اليمن ومحيطها العربي والعالمي. لا تحضرون للأسماء العربية خلال فترة إقامة في اليمن في التسعينات، طبعاً سمعت من خلال الأسماء التي ذكرها الصديق العزيز الصديق عبد الرزاق الربيعي، أورد العديد من الأسماء للأسف حين باشرت بكتابة هذه الوقفات لم تحضرني في حينها، لكنها الآن صارت معروفة للجميع. على كل حال لم أكن أتذكر حينها باستثناء الراحلين سليمان العيسى وأيضاً إبراهيم الجرادي، لكن ذاكرتي تحتفظ بقائمة طويلة من الحضور العراقي متمثلاً بدكتور حاتم الصقر، عبد الرضا علي، علي جحفر العلاق، محسن الطيمش، شاكر قصباك، عبد الإله الصائر، علي الجسماني، عبد علي الجسماني، دكتور سعد التميمي، صبري مسلم، جنان وجدان الصائر، محسن الموسوي، سعيد الزويدي، رشيد ياسين، مع الاحتذار الأسماء التي لم تسعتنا ذاكرتي بها. حضور هذه الأسماء المنتجة ولا شك كان بسبب عمق وتشعب علاقات الدكتور عبد العزيز المقالح وحرصه على ربط الدرس الأكاديمي بخبرة هذه الأسماء ثقيلة الوزن في الجانبين الأكاديمي والإبداعي. تحية وفاء وعرفان للدكتور عبد العزيز المقالح وبمناسبته دائما، ودعاؤنا له بتمام الصحة ومواصلة العطاء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، وأعتذر ربما أنا أخطأت في الاسم يا أستاذ العزيز فضل خلف جبر، حياك الله عزيز. وإحنا كنا متواصلين عندما كنت أكتب رسالة الماجستير، وكان سيناريو بغال مجنحة نموذج من النماذج التي استشهدت بها في أطروحتي حول سينمائية القصيدة الشعرية. وطبعاً المجال لا يعني لا يتسع أن أذكر، وربما لو كانت التقنية أو كنا استعدينا قبل نبث ولو مقطع من فيلم محاولة للكتابة بدم المقالح، ولا أدري ربما بعضكم شاهده، يعني كان الدكتور أعجب بالفيلم كثيراً، وهو محاولة للكتابة بدم الخوارج، وهو قال لي بالحرف الواحد، قال لي حميد أنت فقط بالعنوان صادم. عندما نشرت في الصحف محاولة الكتابة بدم المقالح، يعني البعض اتصل وقلق على الدكتور عبد العزيز المقالح، يعني حميد عقبي وشاعر يغتال وكذا. فأنتم تعرفون الصحافة في اليمن ما بين لا يقرؤون إلا أحيانا العنوان الخارجي ولا يذكرون كان العنوان يعني صادم. على العموم الآن نستثمر الوقت، أذهب إلى الأستاذ الدكتور سعد التميمي، وبعد ذلك صديقنا العزيز عدنان السائر،
تفضل الأستاذ سعد، تفضل. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك أخي حميد على هذه الأمسية. في البداية تحياتي لجميع الأصدقاء الحضور مع حفظ المقامات. دعوني أولا أن أتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ اليمن شعبا وأرضا من أقصى جنوبه إلى شماله ومن شرقه إلى غربه، وأن يحفظ هذا الإنسان، أقول أقدم الإنسان على صوتي. يصل أستاذ حميد؟ الآن وصل الصوت. ألا. يعني لم تسمعوني من قبل؟ لا لا لا، بس كلمتين فقط ذهبت علينا. تمام. وأيضا نتوجه بالدعاء للإنسان الشاعر المبدع الدكتور عبد العزيز المقالح. هذا الإنسان اللي اقترن اسمه باليمن اقتران شرطي، عندما نقول اليمن نقول عبد العزيز المقالح. يكاد من النادر أن يكون هناك إجماع من الوسط الثقافي على شخصية، هذا ما وجدناه في اليمن العزيز. هناك إجماع من كل المثقفين بشتى مشاربهم، إلا يعني ما ذكرهم صديق العزيز الراديكاليين، هؤلاء هم أعداء الجميع. أنا سأتكلم يعني الأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح، قضية يمكن لا أريد أن أكرر ولا أريد أن أطيل لأنه مساحة الوقت حتى تكفي للجميع. تكلم الجميع عن غزارة الإنتاج، لكن أنا أتكلم وملاحظ يعني على هذه القضية هي كثرة قراءة الدكتور عبد العزيز المقالح. كان كثير الاطلاع والمتابعة، يتابع كثير من الأعمدة، كثير من النصوص ينبه عليها في الصالون الأدبي، أسميه صالون أدبي وصالون أدبي مميز. لا يكاد يمر أحد في اليمن إلا ويمر هو، يعني أنا أسميه هو مثل باب اليمن. كيف أيقونة باب اليمن لصنعاء، مقيل عبد العزيز المقالح بالنسبة لصنعاء، لا يمر مثقف مبدع عالم، أسماء كثيرة مرت من خلال هذا المقيل، أعطى قيمة للمقيل. يعني المقيل بشكل عام يعرفون أخواننا اليمنيين، المقيل عادة في جنب الاجتماعية، لكن الأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح نقل هذا المقيل من الجنب الاجتماعية إلى الجنب الثقافية، للجنب الإبداعية. الأستاذ عبد العزيز المقالح موسوعة، كتب عن الطفل، وكتب عن العامية اليمنية، الشعر العامي اليمني، وكتب في السياسة عبد الناصر واليمن، وكتب في الفكر الزيدية، وكتب لم يترك شيء إلا وكتب فيه الأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح، وأبدع فيه ويتميز بأنه قلم يتسم بالموضوعية في كتابته، سواء كان في النقد وفي الدراسات الفكرية. لم ينحاز إلى جنس شعري على جنس، رعى كل الأدباء من الشباب إلى الأسماء اللامعة، والآن ما شاء الله الشباب معظمهم أصبحوا أسماء تسطع في سماء اليمن في الشعر وفي الرواية، معظم الأصدقاء. أنا كنت صراحة بعيد في إب، في جامعة إب، لكن عندما أنزل إلى صنعاء أحرص أن يكون واحد من هذه الأيام أن أذهب إلى هذا المقيل لما يحقق من فائدة. هذا المقيل هناك قراءات كثير، عندما يحل ناقد معين، عندما يحل مثلا صلاح فضل نتوجه لأن نعرف سنلتقي به، ما يحتاج أين سنلتقي به، سنلتقي به عند عبد العزيز المقالة. عندما يحل عز الدين إسماعيل سنلتقي به، أدونيس سنلتقي به عند الدكتور عبد العزيز المقالة. أيضا صاحب ذائقة، ومثل ما تفضل الأستاذ همدان كيف يدقق في النصوص عندما يقرأ، يعيد أحيانا
أعد يكرر، أنا أقول في بعض الجلسات يطلب من يقرأ النص يعيد هذا المقطع وغيره. أنا أتكلم يمكن على الجنب الإنساني. أذكر أول يوم ذهبت أنا وصديقي العزيز دكتور صادق رحمة، ومعانا دكتور حاتم يمكن يتذكر، بنفسه قام الدكتور عبد العزيز المقالح وقدم لنا عشبة القات، وأذكر يعني أنا تركتها فأحد الأصدقاء قال يعني ضروري تجامل الدكتور قام بنفسه. فأذكر هذه أول مرة يمكن أنا خزنت القات فيه، وكان فد قضية يعني غريبة بالنسبة لي. هذه من المفارقات اللي أذكرها في مقيل ولا زال يعني في ذهني، لم تغف في ذهني، من الملازمين للدكتور عبد العزيز المقالح الأستاذ محمد عبد السلام والأستاذ خالد الرويشان، كان من الملازمين والمقربين للدكتور. يعني أقول يعني الدكتور عبد العزيز المقالح هو أيقونة اليمن، هو أنا أقول ما يمكن أن يجتمع عليه المثقفون واليمانيون جميعا على هذا الرمز، لأنه رمز وطني، رمز للإبداع. هذه الجامعة التي رأسها سرعان ما تناسلت وأصبحت مجموعة جامعات، يعني هذه الجامعات جامعة صعدة وجامعة إبأنة اللي درست فيها، كانت كليات تربية هي تابعة إلى هذه الجامعة. هذه الكوادر اللي كان يعزز بها الأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح يعني للجامعات، يعني خلقت جيل من المبدعين، جيل من العلماء اللي الآن تقف عليه اليمن. لا أريد أن أطيل، أكيد هناك مساحة كثير، أنا أرى كثير من الوجوه. تحياتي لكم جميعا، وتحياتي للأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح إن شاء الله، وإن شاء الله نراه بخير وعافية إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا أستاذ العزيز على هذه المداخلة الجميلة، وهي فعلا أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا، وهي جامعة صنعاء ولدت تقريبا يعني كل هذه الجامعات. أنا ابن جامعة الحديدة، وكانت قبل ذلك يعني كلية التربية فقط، وبعد ذلك تحولت إلى جامعة. الآن أذهب إلى الشاعر والصديق الأستاذ عدنان السائر، تفضل أستاذ العزيز. تحية لكم جميعا في حضرة المقالح. هناك مقولة لابد من صنعاء وإن طال السفر، هذه كانت من بدايات الكتابة من دواوين المقالح، وأيضا من إحدى قصائد البردوني. لابد من صنعاء وإن طال السفر، أيضا لابد عندما تزور اليمن لابد من زيارة المقالح والبردوني وجبل نقم. في عام 93 وأنا خارج من العراق، توجهت لي دعوة من جامعة صنعاء من قبل دكتور المقالح، وكان هذا أول لقاء لي معه. وبعد الأمسية التي تمت هناك، أخذني صديقي فضل خلف جبر إلى مجلس المقالح، وفي هذا المجلس وجدت التنوع والحديث والتشعبات وأشياء كثيرة، بالإضافة للقات الذي أيضا أخذته ليس مجاملته، إنما كنت متقصد أن أخذه حتى أجرب أول تجربة لي في هذا الإطار. ووجدت فيه مع جلسة نكهة خاصة لا يمكن أن تجدها في أي مكان. بعد ذلك كان المقالح دائما نلتقي خلال هالفترة، أنا مثل ما قال الدكتور حاتم صقر العزيز، كانوا هم مقيمون وأنا كنت عابر. فعلا جئت في هذه الأمسية، ثم ذهبت أيضا بالتواصل مع دكتور المقالح إلى عدن،
بصحبة شاعر نبيل الزبير وأيضا شوقي شفيق، وكان يتواصل، لم يتركني وأنا خرجت من ربوع صنعاء. ثم أتى رزاق الربيعي صديقنا العزيز وظل التواصل مستمر. الشيء الجميل أنه نحن نحتفل بالمقالح، هو الآن، هو قبل أكثر من 20 سنة احتفى بينا جميعا، احتفى بكوكبة كبيرة من الأدباء والمثقفين. أذكر الآن اليوم أنا طلعت الكتاب، كتاب الأصدقاء، وبالصدفة أيضا وجدت أنه هادي لي، لكنه بنفس الوقت وجدت ورقة بها اسم دكتور حاتم وإيميله، فمحتار كيف حدث هذا. من الأشياء الجميلة أنه هدى القصائد إلى أحمد شوقي، راح أذكر بعض الأسماء حتى نرى مدى احتفاليته بالشعراء: النفري، بدر شاكر سياب، أدونيس، نازك الملائكة، عبد الوهاب بياتي، صلاح عبد الصبور، يمنى العيد، أمل دنقل، قاسم حداد، محمد عفيف مطر، جابر عصفور، سمح القاسم، زيد مطيع دماج، علي جعفر علاق، محمد القيسي، حاتم الصقر، أحمد دحبور، جودة فخر الدين، يوسف الشحاري، خالد سعود الزيد، علي الحضرمي، المصف الوهابي، عبد الرزاق الربيعي، عدنان الصائغ، محمد الغزي، عبد الله سيخان. وتجد في هذا الكتاب قد أخذ مقاطع من كل شاعر وأهدى له قصيدة. كثير من نلتقي في حياتنا شعراء كبار ونقاد يكون لهم جانب ثقافي محدد في مسيرته، لكن المقالح كان إلى هذا المجال كان له جانب إنساني كبير لا يمكن أن تخطوه العين. فأيضا في كل الأصدقاء اللي مروا باليمن كان لابد للمقالح مكانة. والحديث عن المقالح يطول، وأنا مثل ما قال الدكتور أنا مريت عابر باليمن وأيضا عابر في هذه الأمسية، فليس لي مداخلة، لكنه حبيت أن أشارككم بهذه التحية الكبيرة لشاعرنا المقالح، وشكر لكم. تحية لك أستاذ العزيز الأستاذ الشاعر عدنان الساير، تحية لكم جميعا المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح في هذه الندوة، ندوة المحبة وندوة الوفاء، الأستاذ الشاعر الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح، معي أحمد الأستاذ الدكتور أحمد الفلاحي، إذا كنت متوفر ما لم سنذهب للدكتور حاتم، إحنا وعدنا الدكتور حاتم ساعة ونص والدكتور حاتم حتى لا يعني هو لا نتعبه كثيرا. أستاذ أحمد، دكتور أحمد، مساء الخير. مساء الخير دكتور أحمد، وأنت أيضا يعني نود أن تدلي لنا بدلوك، وأنت خصوصا يعني نصوص خارج اللغات وعيد ملفات وقد عدت كثيرة يمنية وشعرية، أنت أيضا كشاعر وأنت أيضا كابن جامعة صنعاء، تفضل دكتور. مساء الخير أولا على الضيافة. صوت يا دكتور، الصوت صوتك. لا الصوت ليس جيد، الصوت ليس جيد. دقيقة. الآن تمام، تفضل. مساء الخير جميعا، أحيي كل الأصدقاء والأساتذة الكرام على ما قدموه. في الحقيقة المقالح صعب أن يتحدث شخص مثلي عن الدكتور المقالح هرم اليمن، هذا الرجل الذي يحظى بتواضع كبير رغم أنه هامة
لا يستطيع أحدنا في اليمن الرقي إلى تلك المرحلة. أي كلام سأقوله الآن سيكون قليلاً في حق الأستاذ الدكتور مقالح، لكن أحب أن أنوه إلى شيء، أن كل الأدباء كما ذكر الأصدقاء في اليمن، جميعنا أو جميع كل من يكتب في اليمن، المقالح كان له اليد الطولة في دعم الشباب ودعم الأدباء والكتاب بكل مختلف أصنافهم. ما أحب أن أختصره بكلمة واحدة، أن المقالح هو اليمن كاملا، من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، جلده يمثل اليمن ويمثل كل تضاريس اليمن وكل اختلافاتها وتنوعاتها، وهو الإنسان الذي جعل من اليمن قبلة لجميع المبدعين المفكرين. أيام كان في جامعة صنعاء وفي مركز الدراسات والبحوث، زار اليمن أغلب المفكرين والأدباء في الوطن العربي، على يده تتلمذ الكثير، وعلى يده أيضا صدرت أكثر الدراسات والأبحاث التي سواء الدراسات والأبحاث التي كتبت عنه والتي كتبت عن اليمن. أحب أن أقول شيء فقط هنا، شيء واحد، أنه أذكر بعض الأشياء من سيرته الذاتية حتى يتعرف عليها بقية المشاهدين. الشاعر عبد العزيز المقالح ولد في عام 1937 في قرية المقالح في محافظة إب. تلقى تعليمه الأولي على مجموعة من علماء والأدباء في مدينة صنعاء، ثم التحق بدار المعلمين في مدينة صنعاء وتخرج في عام 1960. واصل تعليمه حتى حصل على الشهادة الجامعية في عام 1970. في عام 1974 حصل على درجة الماجستير في الأدب، وأيضا حصل على الدكتوراه في القاهرة. حصل على الجوائز والأوسمة التي حصل عليها، مثل جائزة اللوتس عام 1986، وسام الأدب والفنون عام 1980، وسام الفنون والآداب عام 1982 في صنعاء. حصل على جائزة الثقافة العربية من يونسكو باريس عام 2002. حصل على جائزة الفارس من الدرجة الأولى في الآداب من الحكومة الفرنسية 2003. حصل على جائزة الثقافة العربية من المنظمة العربية للتربية والثقافة عام 2004. حصل على جائزة الشعر من مؤسسة السلطان عويس 2010. مؤلفاته عديدة، من ضمنها لا بد من صنعاء عام 1970، مأرب يتكلم باشتراك مع السفير عبد العثمان عام 1972، رسالة إلى السيف من ديزن، هوامش يمنية على تغريبة بن زريق البغدادي عام 1974، عودة وضاح اليمن عام 1976، الكتابة بسيف الطائر علي بن الفضل، الخروج من دوائر الساعة السليمانية، أوراق الجسد العائد من الموت، أبجدية الروح، كتاب صنعاء، كتاب القرية، كتاب الأصدقاء، كتاب بلقيس وقصائد لمياه الأحزان، كتاب المدن. أما المؤلفات الأدبية والفكرية هي الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر اليمني المعاصر، الشعر العامية في اليمن، قراءة في أدب اليمن المعاصر، أصوات من الزمن الجديد، الزبيري ضمير اليمن، يوميات يمانية في الأدب والفن، قراءة في الأدب والفن، أزمة القصيدة الجديدة، قراءة في كتاب الزيدية والمعتزلة، عبد الناصر واليمن، تلاقي الأطراف، الحورة الشهيد المربي، عمالقة عند مطلع القرن، الوجه الضائع، دراسات عن الأدب والطفل العربي، كتاب الحرب، وأخيرا حصوله على جائزة أحمد شوقي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور أحمد على هذه أيضا الخلاصة لسيرة ذاتية طويلة عريقة وعبقرية. أيضا إحنا نعود للدكتور حاتم. الدكتور حاتم الصقر، إحنا أمام أيضا شخصية شعرية عربية عريقة. يعني إحنا صحيح إن شخصية يمنية كونت المسار أو المشهد الثقافي اليمني لما نقول بأكمله من الشمال للجنوب، وهذه أيضا نقطة مهمة، لأن الكثير يعني في بعض العمالقة أيضا أو بعض الشخصيات اليمنية، لكن لا نراها أنها وحدوية بهذه العمق. سيد العزيز، إحنا المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح في هذه الندوة، في ختام هذه الندوة، لم يبقى معنا من الوقت الكثير، ندع لكل متداخل دقائق بسيطة، وأنا أدع لكل واحد أن يختصر بنفسه، يعني دقائق، ثلاث دقائق ربما لكل متحدث. والدكتور حاتم يبدأ في هذه الجولة الثانية والأخيرة، تفضل دكتور. شكرا دكتور حميد، هذا كرم منك، يعني مرة ثانية تعيد علينا فرصة الحديث. حديث لا ينتهي حقيقة، مثل
سيرة الدكتور وما تركه. الآن الأخ أحمد، الدكتور أحمد الفلاحي، قرأ لنا قائمة بكتبه. لاحظ أنت سألت عن البعد العربي، يعني فضلا عن ذكرياته التي يحدثنا بها دائما، التي كتبها عن عيشه في السودان ومصر، ومثقفي مصر اللي يتعرف عليهم، ثم مراسلاته مع العديد من المثقفين العرب والشعراء وقراءاته لهم. هذا أعتقد البعد العربي هو الذي صنع منه هذا المشروع الشعري المجدد في اليمن والجزيرة العربية كأول صوت حداثي رائد. لكن اسمح لي أن أترك هذه اللمسات النقدية اللي ما نقدر نتخلص منها حتى في حديث شخصي ومناسبة تكريمية للدكتور. كنت قادما من بغداد التي تضج بالمقاهي الأدبية والمنتديات الاجتماعية، نتحدث كثيرا ونتحمس ونتناقش ونقاطع بعضنا، وكل واحد عنده فكرة ورأي. عندما أتيت إلى اليمن والدكتور عبد العزيز دعاني المقيله، وصرت من رواده الدائمين مثل الزبلاء اللي الآن تكلموا وأصدقاء الأعزاء، تعلمت ميزة الصبر، وعرفت لماذا الدكتور عبد العزيز بهذا الكم من الصبر والتحمل. كان يسمع في المقيل تعقيبات من شبان، من بعض الناس أنصاف متعلمين أحياناً يسجون أنفسهم هنا، فالتفت إليه مبتسماً فيشير لي ما معناه أصبر على ذلك، يعني تحمل. وكان يعطيني بعد ذلك فكرة عن أنه هذا المقيل وغيره هي نوع من المدارس التربوية للناس. وحتى المقدمات اللي يتكلم عنها الدكتور همدان صديقنا العزيز، مرة كلمته بصراحة قلت له دكتور مقدمتك أكبر من هذا الديوان اللي قدمته، فعلا يعني متواضعين. قال لي والله شوف حاتم، أنا أعتبر مهنتي تربوية، أنا أسوي هذا التقديم أضعه أمام مسؤوليته ومسؤوليتي أيضا أنا في رعاية. وهذا طبعا التواضع ليس بس مسألة اجتماعية، حتى ثقافية. يعني من كتب المهمة الرائدة عرف بشعراء الشباب سماه بدايات جنوبية، وهذا قليل في بلداننا، يعني يحصل في البلدان العربية، لأنه دائما الناس يشوفون نفسهم مع الكبار. وبعد هو رأى هذه المواهب وسلط ضوء. أول مرة قرأنا، أنا أول مرة أقرأ عن هيثم وعبد الودود سيف وشوقي والآخرين من خلال كتاب الدكتور هذا. أيضا التوازن اللي بشخصيته، وأعتقد المرحوم الشاعر إبراهيم الجرادي زميلنا العزيز الراحل كان محقا عندما سمى كتابه عن الحداثة المتوازنة. والتوازن لاحظته في شخصيته كلها، يعني محليته وعربيته، إداريته وإنسانيته أيضا. وتواضعه هذا وتوازنه جعله يبتسم بسمات لم يفارقها مدى الحياة. أنا أذكر جيدا أني ما دخلت عليه، وأعتقد الزملاء أيضا ملاحظين، مكتبه في مركز الدراسات، ووجدته جالسا على الكرسي الرسمي، دائما هو جالس في مكان الضيوف وحتى يؤدي واجبه من هذه الأمكنة. ومكان الدائم كما كان يمزح معي يقول لي تلقاني نتفق على اجتماع، يذكر الدكتور همدان اجتماعات المجلة وغيرها ولقاءاتنا، عنواني الدائم هو المكتبة، مكتبة مركز الدراسات هي المكان الأثير لديه بزاويته بالركن الأخير حول الكتب، يعرف مكانها جيدا ويتابعها، ويعرف من الذي لم يعد الكتب ويتابعه ويساعده من المكتبة في ذلك. أعتقد هذه المزايا وغيرها هي التي كونت شخصية عبد العزيز مقالح، وجعلت له هذا النوع من التأثير على مجايليه، وأيضا على طلابه وعلى تلامذة مجلسه غير الرسميين. يعني مدرسة، كان عبد العزيز مقالح مدرسة بلا صفوف حقيقة، بهذا التواضع، بهذه المتابعة، بهذه الجرأة في التجديد. يعني عبد العزيز هذه من الثنائيات اللي بشخصيته، يعني بقدر ما هو محافظ على التراث والقيم، ولكنه بالمقابل يشجع التجريب، يشجع الكتابة الجديدة، يدخل دائما في صلب الحداثة وليس في قشورها الخارجية. أدعو من هنا من مغتربي البعيد، وللأسف أنا أفتقد صوته منذ أكثر من شهر، لا أستطيع مكالمته كالمعتاد لأنه لا يرد. من هنا أستغل هذا المنبر النبيل لأوجه له التحية أولا، والدعاء من القلب له بالحيوية والسلامة والعودة إلى حروفه التي أحبها وعشقها، وإلى مدينته طبعا وجمالها. شكرا جزيلا دكتور حميد على هذه الفرصة. شكرا جزيلا دكتور حاتم.
شذا رفعت يدها، اذا كنت لديك سؤال او مداخله، لكن امنحك لا امنحك اكثر من دقيقه. شذا تفضلي. انا بس يعني انا كيمنيه وانا مبسوطه اني اكون موجوده بحضره روح عبد العزيز مقالح. انا للاسف ما التقيت فيه ابدا، فقط الشيء الوحيد اللي ربطني الصله فيه اني اهديت روايتي سنوات الولا، واتمنى ان فعلا انها وصلت للروايه. وانا حابه اني اعرف عن شخصيه هذا الانسان العظيم من وجه نظر اصدقائي، واستفدت كانني فعلا جالسه في مقيله ونروحه موجوده ودعمنا. الله يعطي دوام الصحه والعافيه يا رب. واشعاره انا تقريبا قرات يعني ديوان كامل بقصائده، يعني انا الله في قصائده هذا الكم من الاعجاب من كافه العرب بهي الاشعار، لان فعلا احس انها بتناقش الذات الانسانيه، بتعبر عن العمق الانساني، روحه عالميه. هذه الروح اللي من النادر جدا ان نجدها في شخصيه، لكن عبد العزيز مقالح روحه عالميه انسانيه بحته. والله يعطي دوام الصحه والعافيه، وهذا مداخلتي. شكرا جزيلا شذا الخطيب، روايه يمنيه مقيمه في مصر. عبد الرزاق استاذنا العزيز الشاعر عبد الرزاق الربيعي، الوقت يداهمنا، وما ادري هل تعطيه حنا خلاصه للكتاب او حتى نرى غلاف الكتاب. دكتور عبد العزيز راهب القصيدة، احنا كان المفروض نطلب منك ذلك في الجزء الأول. لحظة ثانية واحدة، تفضل أستاذ العزيز. هذا هو غلاف الكتاب، أظن واضح. واضح جدا. فاتني بس إشارة والأخوة يعني ذكروني بها، هو الجانب الشعبوي لشخصية الدكتور عبد العزيز المقالح، يعني وربما وكل أصدقاء الدكتور حاتم والدكتور سعد والأخي فضل وأخي عدنان صاغ لاحظوا هذا الشيء عندما التقوا به، أنه عندما نزوره في مكتبه بمركز دراسات نجد، حجدا من المتسولين يقفون ببابه، والدكتور عبد العزيز المقالح هو لا يتضايق، يفتح بابه ويحييهم ويطلب من محمد المشرفي أنه تعال وأعطيهم. هو مخلي مبلغ عند محمد المشرفي يوزع على الفقراء، وهذا المشهد يكاد أن يكون يوميا، أنه الفقراء يأتون إلى باب المقالح ويجلسون ينتظرون الدكتور إلى أن يخلص اجتماعه أو شيء، ويطلع ويسلم عليهم و يمنحهم ما يحتاجون. هذه مسألة واحدة من الأشياء. مرة كان هناك احتفال بأحمد، تكريم أحمد فتحي، وأحمد فتحي نجم يعني ليس فقط في اليمن، هو نجم عربي. الدكتور عبد العزيز المقالح طلب مني أن أصطحب أن أكون معه في الذهاب إلى الحفل، لأنه هو كتب عدة قصائد أولاد آدم وغيرها، لحنها وغناها أحمد الفتحي. عندما دخلنا معا تعبت بالقاعة، لأن القاعة ضجت بالتصفيق، ووقف الجمهور جميعا يعني تخيل أنه عندما دخل أحمد الفتحي لم يحظى بهذا الاهتمام، وهو مطرب وممثل ومطرب وملحن، ونعرف انه شعبيه، فكان الدكتور علي عثمان يحظى بهذه محبه الناس وتقديرهم. ومشهد اخير هذا ايضا لا يفارق ذهني، في عام تقريبا 95 تم فرض او 96 ضريبه على الخبز، ففرضت تظاهرات، كنت معه في الجامعة القديمة، في مبنى الجامعة القديمة، وخرجنا وإذا بالمظاهرة وصلت إلينا. مجرد أنه لمحوا الدكتور عبد العزيز المقالح هدأوا، وواحد قال ممكن تفتحون الزجاجة، ف
فتعبنا. أنا قلت ربما جمهور حائج وصراخ وكذا ورافعين خبز كانوا. فقال له كان يحكمنا زين لما كنتوا قريبين مني. قال له كان يحكمنا زين لكن من ابتعدتوا عنه أصبح، هو يقصد على عبد الله صالح، هو أصبح يعني يصدر قرارات جائرة. فكان يحظى بمحبة وتقدير عالي من الجمهور. يكفي أنه بالجولات اللي هي في تقاطع الطرق يرفع الأطفال ديوان المقالح أو ديوان البردوني ويعرضونه للبيع. البلد الوحيد اللي شفت هذه الظاهرة أنه عند الجولات يجتمع الأطفال ويحملون الكتب دواوين، لو المقالح لو البردوني، هذا ديوان جديد للمقالح، هذا ديوان جديد للبردوني، ويشترون الناس، يشترون الناس بال يعني مو المكتبات، هذا بالشارع. فهذا حبيت أضيفها، وشكرا جزيلا لك ولكل من شاركنا هذه الجلسة الممتعة. الأصدقاء صديقات المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، نواصل ندوة الوفاء والمحبة من أصدقاء المقالح الأعزاء الذين اجتمعوا من شتات الأرض في هذه الليلة. الآن الدكتور همدان، دكتور همدان كمان أعطيك، حاول أن تكون مختصرا لأن الوقت داهمنا كثيرا. تفضل أستاذ العزيز. لا تمام، أنا مقدر مسألة الوقت، أنا لن أضيف شيء. أنا حبيت أن أختتم مداخلتي بقراءة لمقطع شعري للمقالح. أشعر أنا دائما أن هذا المقطع يجسد كثير من شخصية المقالح، من روحه، من إبداعه، ومن رسالته التي حملها طوال هذه العقود، وهو من ديوان أبجدية الروح. يقول: لأرض الروح أكتب ماء أشعاري، ولله الذي بسمائه وجلاله يحتل وجداني وأفكاري، وللأطفال، للمرضى، لكل مسافر في شارع الإيمان متهم بإنكار السماء، متهم بإنكار السماء، وفي رحاب الله تحتفل السماء به، لكل مسافر في شارع الإيمان تشرق في مرايا قلبه أسرار من سواه من ماء وفخاري. لهم أتعمد النجوى وأرسم ظل أحزاني وأوزاري، أنا المنفي بين خرائب الأرواح، داخل حفرة للوقت، خارج وردة للعشق، أخشى الله حين يقول لي أخطأت، لا أخشى من النار. شكرا. شكرا جزيلا أستاذ العزيز. الآن أذهب للأستاذ الدكتور سعد التميمي. الوقت، لا أطيل، أنا أحترم الوقت، لا أطيل، فقط أريد أختم بقضية جدا مهمة. ارتباط المقالح بالأرض، بالوطن، جسد في شعره، والآن هذا ما صرح به يعني عبد الرزاق، والواقع يقوله أنه لا يريد أن يغادر اليمن، يجسد فعلا هذا الارتباط العميق. هذا الارتباط قلما نجده، ارتباط بالوطن، ارتباط بالطبيعة. أنسنا الطبيعة في دواوين المقالح، في كتاب القرية وكتاب صنعاء، يعني ساحة في هذه الطبيعة خير من صور هذه البيئة واندمج بها. في الأخير أقول، أجدد دعوتي وتمنياتي للدكتور عبد العزيز المقالح، ولليمن، أقول لليمن وفاء لهذا البلد الذي استقبل كل المبدعين، أنا أقول عرب وحتى غير عرب، في فترة من الزمن، وأقول باستمرار يتقاسم مع ضيوفهم شغف العيش. شكرا لليمن، وتمنياتي لليمن وللمقالح السلام. شكرا جزيلا أستاذ العزيز. وكمان هنالك نقطة أيضا جميلة للأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح، رجل أنيق
في اختياراته، في ملبسه، في مظهره، يعني رجل يعني فعلا يعني دائما يعني تراه مبتسما، تراه بشوشا، وعنا كنا شباب صغار يعني حتى إذا جئت له تريد منه أحد ظلمك، أحد عمل لك مسؤول كبير، هو يكون سندك. وأعتقد لست أنا، أعتقد كل الناس يعني كانوا في هذه المرحلة من الشباب اليمنيين. الآن الشاعر القدير الأستاذ العزيز فضل جبر خلف، أستاذ العزيز حاول أن تختصر أيضا. بالتأكيد سأركز على ناحيتين، هما الحس الإنساني والتواضع والخلق الرفيع لدى الدكتور عبد العزيز المقالح، وسأضرب مثالين على ذلك. بالنسبة لحسي الإنساني، كان قد سبقني إلى اليمن بعض الأخوة من العراقيين، وقد فوجئت بعد أن تعرفت على المكان وعلى الأصدقاء ومن يتواجد هناك، أن هناك أحد الأصدقاء اسمه جاسم كريم حبيب، أحد النقاد العراقيين، خرج من العراق وسكن في اليمن. وفوجئت بأن حينما سألت واستفسرت عنه، ذكر لي بأن الدكتور عبد العزيز المقالح قد خصص له سكنا في مركز الدراسات والبحوث، وهذا كان يعني حقيقة مسألة لافتة جدا. الدكتور عبد العزيز المقالح احتزازا وتقديرا لموهبة جاسم كريم حبيب النقدية ودعما لبحوثه، خصص له مكانا وسكنا وحتى موردا بسيطا يحتاج منه، وبقي لعدة سنوات على هذه الحال. حقيقة كانت مسألة في غاية الكرم من جانب الدكتور عبد العزيز المقالح أن يرعى باحثا لم يكن حقيقة اسما كبيرا في عالم النقد، ولكنه الدكتور عبد العزيز المقالح تلمس في هذا الكاتب مشروعا نقديا كبيرا، ولذلك وفر له إمكانيات، لأن سكنه في مركز الدراسة والبحوث معناه أنه يكون لديه إمكانية الوصول للمكتبة الكبيرة والضخمة في مركز الدراسات والبحوث والقيمة يعني حقيقة. المثال الثاني لخلقه الرفيع، أتذكر أننا في أحد السنوات قررنا أنا وبعض الأصدقاء، منهم الصديق محمد اللوزي والمرحوم إسماعيل الوريث والصديق محمد الشيباني، أتمنى لهم العافية والسلامة والرحمة لروح الراحل إسماعيل الوريث، اتفقنا على تأسيس مجلة بعنوان هواجس، وكانت لدينا هذه الرغبة في خلق شيء جديد وتقديم شيء جديد. ويبدو أن الموضوع كان فيما بيننا وتداولنا مسألة إصدار المجلة، ويبدو أن الخبر وصل للدكتور المقالح، وفوجئت أحد الأيام بزيارة من صديق الدكتور علي جحفر العلاق، وذكر لي أنه جاء بسبب هذا الموضوع، فأنا فوجئت حقيقة، قلت له استفسرت منه كيف عرفت، قال أقول لك سرا أن الدكتور عبد العزيز المقالح هو من بعثني لهذا الموضوع. قلت ولكنني ألتقي بالدكتور، يعني علاقتنا مستمرة ومتواصلة، وكان بإمكاني أن يحدثني عن الموضوع. قال لا، أنه كان يريد أن يوفر عنك الحرج، أو أريد أن أذكر لك أنه يقدم لك مشروعا، وهو أن يكون المشروع بين أصوات وهواجس، أن ينزل المشروع مشترك بين الأصوات التي كان يصدرها مركز الدراسات ويشرف على الدكتور المقالح، وفيما بعد أعتقد الدكتور حاتم الصقر كان عضوا في تحريره على ما أتذكر. والعرض الذي قدمه الدكتور المقالح هو أن تنزل هواجس مع أصوات بهيئتي تحرير مستقلتين، عرض في منتهى الكرم والخلق. ولكن ما جذبني في الموضوع حقيقة أن يوفد لي الدكتور صديق عزيز حتى يوفر علي الحرج، في حالة أنني ربما لا يروق للمشروع، وربما أحترض على
هذا العرض. أكبرت هذا الخلق بالدكتور عبد العزيز مقاله وشكرته حقيقة من أعماقي، وهو بعد ذهبت وقدمت له الشكر الجزيل شخصيا. أنتهز المناسبة لتقديم التحية والعرفان مرة ثانية للأصدقاء للدكتور طبعا عبد العزيز مقالح، وتمنياتنا له بالشفاء والصحة والعافية، ولكل الأصدقاء في اليمن وليمننا الحبيب الأمنية بالسلام والاستقرار والرفاه إن شاء الله. شكراً للأعزاء الأصدقاء. المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، نحن في الدقائق الأخيرة. أستاذ الشاعر العزيز عدنان السايق، تفضل أستاذ العزيز. الصوت أستاذي. شكراً دكتور حميد. بالحقيقة ما عندي شيء أضيفه، لكنه خطر لي الآن أختم كلامي بطريفة حقيقية حثت لي أنا وصديق عبد الرزاق ربوعي والمقالح. في يوم كنت بالأردن أعمل في صحيفة، طلبوا من عندي أن نجري حوار. لم تكن مثل الآن الوسائل سريعة للتواصل وكذا، والوقت كلش محدد، ووضعنا بالأردن وضع لا يحسد عليه. فماذا عملت؟ أخذت كتب المقالح ومن النقدية، ومن خلالها وجهت له أسئلة وافترضت إجابته من خلال كتبه و دخلتها، وطلع حوار جميل يعني نشر بالجريدة. فشاف وصلت الجريدة لليمن، فشاف رزاق المقالح، فالمقالح قال له هذا الكلام مالتي، لكنه أنا ما سويت حوار ويا عدنان شلون. وفقت هذه نكتة نتذكرها لأيام. شكرا لكم. شكرا جزيلا. نحن نصل الآن إلى ختام هذه الندوة. دكتور أحمد الفلاحي، أمنحك دقيقة واحدة. لا شيء أضيف على ما أضافه الإخوة، لكن أحب أن أقدم التحايا لكل الأصدقاء الموجودين، دكتور حاتم الشاعر الرائع، عبد الرزاق الربيعي، الأستاذ الدكتور سعد التميمي صديقنا من اليمن الحبيب، عدنان الصائد، صديق فضل جابر، دكتور همدان دماج، شذا الجميع، وأنت أيضا شكرا على المناسبة الجميلة، ودعواتنا للدكتور المقالح بالشفاء وطول العمر إن شاء الله. شكرا جزيلا. ختامه مسك. كلمة أخيرة دكتور حاتم، تسمحوا لي؟ ختامه مسك لدكتور حاتم، إحنا تعبناك كثيرا، لذلك نعطر هذه الندوة بختام جميل من رجل جميل، من صديق جميل، وطبعا كل أصدقاء أنتم أصدقاء يعني نحبكم جدا، لكن الدكتور إحنا تعبناه كثيرا، اسمحوا لي أن يكون ختامه. الصوت يا دكتور، الصوت. آسف أنا عامل ميوت. الصوت دكتور، كما قال الجلسة هذه. نعم شكرا معك. كما قال أحد الأصدقاء، يعني الكلمات لا توفي المقال حقه حقيقة، ليس فقط إذا ما فعله لنا كأشخاص وكتاب إلى آخر ذلك وللثقافة نفسها، ولكن لبلده ولإنسانيته ولما أضافه للثقافة العربية كاملة. أذكر لما عملنا مؤتمر الشعر العربي الألماني وغونتر غراس موجود وآخرين، كان هم الأول أن يسلط الضوء على البلد أولاً وعلى الثقافة العربية. أخذهم إلى حضرموت، إلى أقصى جنوب اليمن، يشوفهم العمارات الطينية هذه، وإلى وديان تعز، وإلى باب اليمن عملنا الندوة. أصر الدكتور، كان اقتراحا منه، أنا أذكر ذلك جيدا، عملها في سمسرة الفنون في باب اليمن. هذا الحب للمكان وللإنسان أعتقد نادر، يعني كثير من الناس، يعني في ناس هجوا أوطانهم، في ناس غدروا بأوطانهم، جسسوا عليها شعراء وكتاب، لا أود أن أذكر حتى أبياتهم، هنا الجميع يعرفوا. لكن هذا العشق للإنسان وللأرض وللكلمة، هذا كله كان حقيقة يشع علينا كأصدقاء. يعني كل ما وهنا الجسد والروح أطلع على هذا الرجل يجي من الصباح من بيته، يعني عادات كثيرة والله علمنا عليه، هذا التضحية والإيثار، يعني كان لا يأخذ حتى يجورة من الصحافة المحلية، يعطيها للعمال اللي معاه، ويصر على الموائد لما يصير دعوات أن يعني يجيب الناس حتى البسطاء. هذا الدروس يعني الناس اللي يقعدون وياه يتعلمون منه،
فضلا عن كتابته ومثابرته هذه العظيمه. يعني انا شفته في غيمان، كنا نجلس تقريبا يذكر الدكتور همدان بين اسبوع واخر، يعني تفاصيل دقيقه في زخم حياته، هذا كله اعتقد عطاء يعني سيسجل الدكتور. يعني الان كل طلبته اعتقد وكل زملائه واصدقائه يذكرون هذه الخصال، واعتقد هذه من النعم الكبيره اللي ينعم بها الانسان ان يكون مرضيا عنه، مثل ما قال الدكتور سعد، يعني عليه اتفاق تام من جميع من عرفه ومن لم يعرفه. حتى كثير ما نسال في ندوات في مصر، يعني في الاردن، في الخليج، عنه وعن صحته وعن جديده وعن موقعه في المجتمع، حتى لما كان يلاقي بعض العنت من العقليات الاخرى، ونشوف الجميع يسوون تأييد لموقفه ويعلنون تضامنهم معه. واعتقد هذا خير ما يحلم به انسان كمكافأة لحياته وما يظل من إرثه العظيم. واكرر الشكر لكم دكتور حميد على هذه المبادرة، والشكر للزملاء كافة اللي امامي الان، وللسيدة شدا ايضا، والجميع المشاركين على ما قدموه واضاءوا به جوانب ولو من حياة هذا الرجل العظيم. شكرا جزيلا. اعتقد ان الوقت يعني داهمنا، واحنا كنا وعدنا ان تكون ساعه ونص ولكن ذهبت ساعه ونص واكثر. ما ادري هل يعني الكل راضي، يعني اننا في الوقت شويه كنت قاسيا، فاذا كان في احد فليتكلم الان، او هل في حد يريد ان يضيف اضافه سريعه؟ عفوا، معنا الروائي عمر سعيد، دقيقه واحده او اقل، تفضل. أقل من دقيقة. أود أن أقول شكراً للعراق الذي دائماً يكرم العمالقة ويؤكد أنه نصير العمالقة والضعفاء على حد سواء. شكراً لبغداد بكل من حضر في هذه الأمسية، وتحياتي لليمن بعملاقيه البردوني والمقالح، وشكراً لك أستاذ حميد. شكراً. شكراً لك. هل من كلمة أخيرة أحد لديه إضافة؟ دكتور حميد. نعم. الدكتور علي حداد يعني كان حاضرا وبقوة في مجلس المقالح وفي اليمن. الدكتور علي حداد أيضا من الأشخاص اللي يجب أن نغفل عنهم في الساحة اليمنية كاملة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نعم بالفعل. شكرا. إذا الأصدقاء الأعزاء، المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، كنا في ندوة الوفاء والمحبة لشاعر العرب وشاعر اليمن القدير الأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح. كان معنا مجموعة وكوكبة من الأصدقاء الرائعين أو أصدقاء الرائعون، يعني باللغة شوية في ختام هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم، شكرا من القلب، شكرا لمن حضر، شكرا لمن تابعنا. هذا الفيديو موجود الآن على صفحتي على فيسبوك، وأيضا سيكون على قناتنا يوتيوب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح. يحييكم من باريس، كان معكم حميد عقبي، خالص المحبة والتقدير. ليلتكم سعادة ومحبة. ميرسي بوكو. شكرا جزيلا. شكرا يا حميد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بالسلامة. تمنياتي وللجميع إن شاء الله. شكرا لكم.